بكم يا شباب وبنات في قناة يونس جيمينج اند يونس ادم اند يونس جيمينج. والنهاردة هنلعب ماب الشورتي. يلا بينا نبدأ. الفتحة دي لازم نفتحها الاول بعدين نعدي مكان اللعبة دي. اكتر ماب انا بحبها في جميع المابات في روبلوكس ده. وبعديها بنعدي وبننط نطة كبيرة كده عشان نعدي. والاول بعديها بنفتح الزرار ده عشان يفتح لنا السلالم. غير كده هنوقع في ال ادينا وقعنا. بدأنا نطلع اهو. هنبدأ نعدي كويس. بعديها هنبدأ نجيب المسمار ده او البتاع دي مش عارف اسمها. بعدها هنقبض بعدها هننط. المفروض بقى ندوس هنا بعديها ندوس على الزرار الاول. ما لحقناش الصراحه يعني بس هنلحق ان شاء الله. بعديها هو عبال اصلا ما بيشوفنا بنكون احنا دوسنا على الزرار. بعديها اول ما بنعدي بنروح مع التين نطه. في كنت بلعبها كتير ومكنتش بعرف انط النطه دي بس اتدربت كتير الحمد لله عشان كده عرفت اعملها. خلوا بالكم في الحته دي بالمنطقه دي بالذات لحسن تقع عشان انت لو وقعت مش هتعرف تطلعها تاني وهتقعد تحاول سنين. انا اصلا الحمد لله ان انا عرفت اعملها بالمره. وبعديها هنط وهخش في نستخدم الاداه او الاداه دي. بعدها نفتح هنشيلها تاني. بنبص تحت كده بنلاقي مكان في حفره كده مكسوره شويه. بعدها بنبدا نحفر. هي دي المنطقه اللي بالذات اللي انا بحبها. وبعديها بنمط بنمط بنقعد ننط كتير بقى عشان هي. واهم حاجه تاخدوا بالكم من السلم ده عشان السلم ده بالذات بيكون في سلم مكسور فالحمد لله ان احنا ما خسرناش يعني. فبعديها بنعدي من المنطقة دي بالظبط وبيبقى تحتينا مسامير كده او مسامير كده. اول ما بننزل عليها على طول بنموت عشان هي بتنزل عليك بتموتك على طول. اهم حاجة ناخد بالنا من الكورة دي لان هي فيها حمى بركانية وممكن تموتنا. وعلى قد ما نقدر نقدر نسرع قبل ما النور ده يبان عشان لو بان هيبقى البتاع هتبقى الكرة خلاص قربت مننا. بعديها هنا هنلاقي السلم. بعديها هنطلع. اول ما بنطلع بنلاقي كده اوضة غرفة كده على الجنب بتبقى الغرفة الوحيدة اللي بابها مفتوح. بنلف يمين كده وبعديها بنعدي. بعديها اول ما بنلف كده بنخش في الاوضة اللي احنا فتحناها وبننط من على السلالم عشان احنا ما نطناش. في تحتينا اهو لافا واللافا دي بالذات ممكن تموتك. بعدها ما بنعدي من اللافا بنعدي على بعض من السلالم. بعدها بننط. واما بننط بتبقى نخلي بالنا خالص عشان المكان ده ممكن يكون فيه حمم بركانية تحسيس ده انا لسه مقولها لكم من شوية. فأحسن لنا ما ننطش. بعديها بنيجي هنا بناخد المشروب اللي هو مشروب الطاقة ده. بعديها بناخده من على الأرض عشان وقع مننا للأسف. بعديها بنشربه. أول ما بنشربه بيجيلنا نور أصفر كده بعدها القوة بدأت تظهر عندنا. أول ما القوة بتظهر بنبدأ نطلع ونجري لان في بالذات في زي اللي احنا دلوقتي ماشيين عليها دي بس بقى صعبه وكبيره اللي هي اللي هناك اللي احنا قربنا منها خلاص دي. اما بنقع عليها ممكن لو وقعنا هتموت ويعيد لك لازم تاخد تشيك بوينت عشان ما يعيدلكش كل دول تاني زي ما احنا عملنا كده وصلنا بعد عاد لنا عشان احنا ما خدناش تشيك بوينت. لو كنا خدنا تشيك بوينت كنا لحقنا نوصل لها كان زماننا دلوقتي كسبنا. ف
فبعدها لازم ما تيأسش، لازم تكمل محاولات كتير عشان هي صعبة مش سهلة، لازم تعمل محاولات كتير جدا عشان تقدر تعملها. اما تقدر تعملها بقى وتعدي المنطقة دي بالذات، اول ما تعدي الحديد اللي هناك اللي هو اللي احنا قربنا عليه ده، اول ما تعديه هتلاقيه كده بيصوت، مش عارف ليه الصراحة، بس معناها كده ان انت خدت التشيك بوينت اهو. هو كده خد التشيك بوينت خلاص. هنبدأ نطلع على السلم، بعدها هنلاقي سلم تاني هنطلع عليه. اهم حاجة اول ما نطلع هنلاقي كده، نخش من هنا هنلاقيه ده فاضي، فلازم نخش كده أوضة يكون فيها سلم. الصراحة لازم ندور عليه. أول حاجة ندوس هنا يكون فيه جوه سلم، أول ما بندوس هنا يبقى هو بيكرر لنا السلم تاني. لو انت معرفتش تعمله والسلم ضاع لازم تدوس هنا عشان يكرر لك السلم تاني. بعدين هتبدأ تحاول تخليها قدام الفتحة بالظبط، اول ما تكون قدام الفتحه تلف ورا كده تروح ناطط، اول ما تمسك في السلم بعديها كده انت طلعت خلاص. اول ما بتطلع تبقى بتدوس جامد، لان انت هنا خد بالك لان دول بيزحوك لورا، لو انت لو سبت كده هتلاقيك اتزحت لورا وخسرت، فخلي بالك وحاول على قد ما تقدر تاخد التشيك بوينت عشان ما تعيدش كل دول تاني. اهم حاجه تكون واخد بالك من الحاجات اللي انت بتنط عليها دي، عشان دول ممكن يوقعوك وتحسهم كده شبه المتاهة شوية، فانت حاول تاخد بالك انت نطيت على ايه وما نطيتش على ايه، فعشان تعرف تعدي كده. هتلاقي بعديها هنط كده، بعديها هنكمل عشان في تاني، اخر ما نوصل هنلاقي هنا مكان نروح نطي عليه، بعديها هنيجي هنا نروح نطين. موت للأسف. ايه ده موتناش؟ مش عايز نموت نفسنا عشان ناخد بعديها اول ما بنوصل بنروح تيسين كده، يبقى احنا كده عملنا المرحلة دي. بعديها بنرجع تاني بنحاول على قد ما نقدر نعمل كده، احنا عملنا واحدة فاضل، لازم ننط على التانية على قد ما تقدر تعرف تعملها. بعدها هتعدي هتلاقي اللي موجود كده من هنا، لو انت جيت عديتها ونطيتها على طول من هنا هتقع مش هتعرف تعملها، فانت احسن لك امشي من عند الماسورة دي، عشان الماسورة دي هي اللي هتخليك تعرف تنط. بعديها هنبدأ نلاقي ماسورة تاني برضو كتير، ما كتير قوي، نبدأ نلاقي بعدها ننط، ننط عليهم هم نفس اللي احنا كنا عاملينهم من شوية، نفس اللي كنا عاملينهم من شوية. وبعدها تبدأ تنط كده وتيجي هنا بالظبط كده في المسافة دي تبدأ تنط، بعديها هتطلع فوق. ايه ده مش احنا لسه عاملينها؟ اه صح، ده احنا نسينا ان احنا تعدي من هنا، بعديها هتنط على دي، وقعنا نعيد تاني وموت نفسنا عشان التشيك بوينت. بعديها اول ما بنعدي من هنا بننط على البتاع دي، بعديها بننط على اللي بعديها بنلاقي كلهم اتقفلوا، فكده يبقى احنا بالظبط نعدي. اما بنلاقي دول بيطلعوا حاجات بيضة كده زي الغاز، ما ينفعش نعدي عشان دي كده هنموت، ما ينفعش نعدي على المنطقة دي. بس بعدين هنقف هنا عند ده، بعدين هننط كده، كده هيبقى قدامنا السلم ده ننط عليه، هو اللي هيبقى أعلى سلم فيهم. بعدين هنبدأ نخش، هنلاقي كده بعض العملات المعدنية في الأرض دي، هتكون بتوريك كده انت المفروض تنط بقى عشان متقعش، قصدي لو وقعنا. فانت أهم حاجة تاخد بالك من زرار النط عشان انت ممكن يعلق منك، ولو علق ممكن ما تعرفش تنط وتخسر، فانت خلي بالك زي ما احنا عملنا كده ما عرفناش ننط فخسرنا. اهم حاجه لو ما خدتش التشيك بوينت بتاعت الاخيره هيعيد لك كل اللي احنا نطيناه ده تاني،
وكمان في تاني اللي احنا ننطه من اول العلامة الصفراء دي، بعدها ننط، بعدها هنقف خلاص المروحة، بعدها هنبدأ نطلع فوق. هنلاقي هنا بالظبط مكان ننط، اول ما ننط هيكون في بالظبط هنا فتحة كده، الفتحة دي خد بالك منها عشان انا خبطت فيها كذا مرة، فخد بالك. بعدها تنزل بالظبط، تحاول على قد ما تقدر تنزل بالظبط في الفتحة كده، بعدها هتكمل في الفتحة وتنزل. هنلاقي هنا في راجل شرير، هنحاول على قد ما نقدر نجري وناخد المسدس اللي بنقتله منه، لحد اول ما بنقتله بيبطأ لك شوية السرعة عشان يقدر يقفشك اول ما بيضربك بالبتاع اللي احنا كنا بتضرب بيها. تبدأ تضرب، انت حاول على قد ما تقدر تبعد منه عشان هو ممكن يضربك بالطاسة اللي معاه دي، فانت على قد ما تقدر حاول تموته، بس احنا كده موتناه. بعدها بنمشي نكمل. لما بنكمل هنا بنلاقيه بالظبط مسافة كده نتزحلق من عليها، أول ما بنبدأ نتزحلق بينزلك بالظبط على مكان كده، المكان ده بنلاقي فيه سلم، أول ما بنطلع السلم ده بالظبط بنبدأ نلاقي على السلم كده باب نروح نفتحه. بعد ما بنفتحه بنطلع لفوق كده، خلي بالك بقى من الليزر الأحمر عشان هيموتك لو لمسك، فأحسن لك خد بالك عشان متموتش. احنا دلوقتي كنا هنموت بس ناخد بالنا على الأقل، اهو كنا هنموت، فلازم تنزل في المنطقة دي بالظبط. بعدها هتبدأ تخش في الباب ده، هيكون بيوديك على سجن بالظبط كده شبه السجن. بعديها هنطلع فوق على السلم اللي موجود لنا، هنلاقي كده عاملين زي الشباك، هنروح بالظبط حاطينه مع المسافة دي عشان نقدر نعدي. بعديها هنطلع هنجيب تاني اللي هما في تلاتة، احنا المفروض نحط التلاتة دول على المناطق بتاعتهم المحددة. بعديها هنعدي على اللي احنا حطيناه، بعديها هنروح جايبين مسافة كده ونروح حاطين، بعديها هنروح معديين. أول ما نعدي نلاقي الكيس ده ناخده، تروح الباب يتفتح على طول، تاخد ده تبدأ تموت الكائن ده عشان تقدر تموته. في دراعه ودراعين لازم لو قدرت تكسر دراع زي ما انا عملت كده، حاول على قد ما تقدر تخليك في دراعه عشان هو ما بيعرفش يضرب غير من دراعه او بيخبط برجله. فاحنا كده متنا، فلازم نلاقيه من الاول تاني. خليك احسب مجهز البتاع من دلوقتي عشان اول ما تخش تبدأ تطلق عليه، وحاول على قد ما تقدر الخط الاخضر اللي تحتيك ده حاول تخليه يخلص، اول ما بيخلص معناه ان هو خلاص مات، حاول على قد ما تقدر تخليه يموت عشان انت لو مت هيعيد لك كل اللي انت عملته ده تاني. خليك في نصه كده، اول ما تبدأ تكون في نصه ابدأ اضرب، اول ما تضرب هتلاقيه بيطلع فواكه كده وتشيز برجر يعني. بعديها كده احنا قدرنا نعمل نص، انا فاضل لنا كده الايد برضو دي لازم نقضي عليها عشان عمالة تطلع علينا حاجات ممكن تموتنا، وانت قوتك قربت تخلص خلاص، فلازم نبدأ نخلص النص ده قبل ما نموت. نبدأ نهرب منه في السريع، بعدها نكمل ضرب، اول ما تلاقي ده بيقل معناه ان انت قربت تخلص. ابدأ حاول تضرب على ايده وتموت له ايده عشان هو من غير ايده كده بينفجر. بعدها هتبدأ تشيله ونبدأ كده يكون الباب مفتوح نتوجه لهناك. اول ما نبدأ نتوجه لهناك نركب العربية دي بالظبط،
بعدها هنلاقي هنا قدام وورا وكل حتة. بعدها هنبدأ نتحرك. العربية تقريبا دي عربية بوليس الصراحة مش عارف. بعدها نبدأ نلف كده وبعدها نفرمل وننزل. أول ما ننزل من هنا هنحاول ننط على دول كده كده، احنا قدرنا نعدي من عليهم. بعدها نروح طالعين على السلم. أول ما نطلع من على السلم هنلاقي هنا منطات كده ننط من عليها. بعدها أول ما بتخلص كل المنطات دول، أول ما بتخلصهم بتلاقي زي كده زي اللي احنا كنا بنعملها من شوية، اللي هي الابنان دي. هنبدأ نلاقي هنا هليكوبتر نركب فيها. بعدي بتطير بينا الهليكوبتر. أول ما بتطير بينا بنبدأ العالم من حولنا يختفي. أول ما بنختفي بنلاقي نفسنا كده في منطقة نبقى احنا فيها البوليس. بعدها كده خلصنا. كان معكم قناة يونس اند ادم جيمنج. سلام سلام.